وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج هوم ديزاين. كثير من الناس حالياً بيلجأوا لديكورات الجبصين في المنازل لأنها بتضيف لمسة ناعمة وسحرية للمنازل، ولكن ليش بيلجأوا لإلها وإيش فوائدها في المنازل؟ رح نتعرف على كل هاي الأمور مع المهندس الديكور محمد جرارعة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. لو بدي تحكي لي أكثر عن وين بيستخدم الجبصين بالمنازل أو إيش هو الجبصين اللي بتم وضعه بالمنازل؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكم، تشرفنا. أحب أحكي لكم عن الجبصين بشكل عام. إحنا بنستخدم الجبصين في أماكن في المنازل في كل البيت، نستخدمه لعدة أسباب، منها العزل للرطوبة، تصليح العيوب، ممكن توزيع الإنارات بشكل صحيح، بالإضافة إلى عمل الديزاين والديكورات وتقطيع المساحات. طب احكي لي اكثر عن انواع الجبصين اللي بتستخدموها. في عديد من انواع الجبصين. في الجبصين اللي بكون اللي هو بنحكي له احنا ضد الماء او هو عازل للرطوبه، نستخدمه للحمامات والمطابخ اكثر شيء. بالاضافه في الجبصين الخارجي له اسم ثاني اللي هو السمنت بورد، من كله هو الواح سمنتيه مش جبصين، بس متعارف عليه انه جبصين هون. وفي الجبصين الابيض نستخدمه لاعمال الديكور بشكل عام وعمل اشكال معين في الديكور. بالاضافه في الكرانيش، كانوا زمان يستخدموا كوالب جبصين، كنا يحكوا له الجبصين البلدي، ويصبوهن وبعديها بطلوا يستوردوه بسبب انه توجهوا للفلين، بما انه الفلين ارخص وسهوله يعني العمل فيه المستورد. طبعا الفلين انا بنصحش فيه كثير، خاصه في المناطق اللي فيها الاناره، لانه بكون فيه قبل الاشتعال او بيشتعل بطريقه قويه. فبنصح الناس ترجع تستخدم الجبصين، وموجود بس باعداد قليله زي ما بحكوا. احكي لي عن انه ليش بتلجأ الناس للجبصين. الناس تستخدم الجبصين لاكثر من سبب، منها اسباب مثلا عيوب في البناء، او عيوب مثلا كان السقف او الواجهات مايله، غير هيك مثلا لعزل الصوت، عزل الصوت الرطوبه. طبعا بيكون العزل الاخفاء مواد العزل، هو ما بيعزل، بس بيكون في مواد عزل فوق الجبصين مثل الصوف الحراري او الفوم. بيستخدموا كمان الجبصين مثلا للتقطيع، لفصل المساحات، ممكن تقطيع كامل، ممكن يقطعوا غرف كاملة ومكاتب. وفي أنواع بيستخدموها للمكاتب اللي هي مثلا الجبصين الفور سيلينج احنا بنحكي له، لأنه سهل الصيانة. هذا الجبصين التقطيع اللي نستخدمه، كيف يعني جبصين تقطيع؟ كيف بتم استخدامه بالبيت؟ بيتم استخدام الجبصين، بيتم عمل شبكة من الحديد الصاج وبالمساحة المطلوبة، يعني زي الطوب تقريبا، وعليها بتم تلبيس الواح الجبصين الابيض اغلب الاحيان، يعني مش الاخضر ولا الاحمر، وبتم عمل الفتحات اللازمه من شبابيك من ابواب بدون اي مشاكل. يعني هناك في اشكال متعدده للجبصين، يعني الجبصين الهندسي، الجبصين الملون، الجبصين الساده، كيف استخداماتهم بالبيت؟ كيف ممكن، امتى ممكن الجا للجبصين الهندسي او للجبصين الملون او للجبصين الساده؟ الجبصين الهندسي بيتم فيه اللي هو كانواع جبصين كله نوع واحد، بس الجبصين الهندسي بيتم استخدامه للاشكال الهندسيه. يعني احنا بنعمل الديزاين مثلا نضيف فيه جبصين زي اي مواد خام ثانيه يتم فيها عمل ديكور معين للمنزل او للمشاريع. بينما الجبصين في ناس يستخدموا كعزل مثلا في الحمامات، عزل رطوبه، عزل صوت، عزل، يعني اكثر من استخدام. هسه الجبصين الملون بيكون هو عندنا الجبصين الاصفر، بيتم استخدامه خارجي، مش موجود كثير عندنا في السوق هون بسبب سعره غالي. وفي الجبصين الاحمر بيتم استخدامه في المناطق اللي ممكن يصير فيها حريق، زي عندنا مثلا هون في فاير بليس في المشروع، احنا موقفين عبين ما يوصل الجبصين الاحمر والعزل. وفي الجبصين الاخضر هو مقاوم وليس عازل للماء. احكي لي عن ايش هي عيوب الجبصين؟ عيوب الجبصين، الجبصين له كمان زي ما له ميزات له عيوب، خاصة إذا كان في تريح في المنزل أو في البنية التحتية،
فممكن هو كلياته يصير يفسخ او يصير في مشاكل او يريح. هسه هو له طرق انه ما يصير في مشاكل. يعني انا بنصح اي واحد يشتغل جوب صين يتم التاكد من شبكات الحديد اللازمه واضافه الشبحات اللازمه والبراغ اللازمه. عيوبه بدخل عليه العفن بسرعه، يعني مجرد ما شرب الماء بصير في مواد العفن، غير عازل للصوت بدون اي ماده تعزل قبل ما ينحط، وغير عازل للرطوبه. الجبصين المقاوم مقاوم للرطوبه بيكون هو في خصائص مواد اكثر انه يطول العفن مثلا او يطول الدوم الشغله. هو مقاوم وليس عازل. العزل المفروض العزل انه يمنع هذا الشيء ويمنع العفن ويمنع نزول الماء. وبنفس الوقت الجبصين اللي هو الحراري احنا بنحكي له هو مقاوم غير قابل للاشتعال، مقاوم انه ما بولع بس هو قابل للاشتعال، يعني بدرجه حراره معينه بولع. قد ايه المده اللي بحافظ الجبصين فيها على شكله وايش هي العوامل الخارجيه اللي بتاثر عليه؟ الجبصين طول ما فيش شيء ياثر عليه بحافظ على يعني عمر طويل. يعني عندنا في البيت مثلا له 20 سنه ما صار اي مشاكل في الجبصين. واكثر شيء بياثر على الجبصين العوامل الخارجيه هي المي والرطوبه. فلازم يتم عزل او معالجه البناء بالعزل او الرطوبه كامل قبل ما يتم عمل اي جبصين او ديكورات داخل المنزل. مشاهدينا هون بيكون تعرفنا على انواع الجبصين واشكاله، وهناك في جبصين خارجي وجبصين داخلي، لنتعرف عليهم اكثر وعن قرب رح نروح لبيت فيه اشكال متعدده ومتنوعه من الجبصين، ابقوا معنا. مشاهدينا احنا هلا موجودين في منزل العمل فيه انواع مختلفه متعدده من الجبصين، هم الداخلي والخارجي. لحتى نعرف اكثر عن كيفيه عمل هاي الانواع من الجبصين مستمرين مع مهندس الديكور محمد جرارعة. اهلا وسهلا فيك من جديد. اهلا وسهلا فيك. لو تشرح لي اكثر عن الجبصين اللي تم عمله بهذا المنزل. تمام. احنا جينا هون ورجيكم الجبصين اللي استخدمنا ثلاث انواع من الجبصين. استخدمنا نوعية اسمها السيمنت بورد، هي لوحة سمنتية بتشبه لوحة جبصين لكن داخلها اسمنت. استخدمها للعركات الخارجية لعمل تفاصيل فوق الشبابيك ولعمل يعني بروز ما تم القدرة عليه تعمله في الأعمال البناء. واستخدمنا كمان الجبصين الأخضر اللي هو المضاد للرطوبة، أو مش مضاد، نقدر نحكي مقاوم للرطوبة في الحمامات، لأسقف الحمامات. واستخدمنا الجبصين الأبيض لعمل التشكيلات في الغرف، غرف النوم وغرفة القعدة والمطبخ. هون الارتفاع بهذا البيت مش كتير عالي، فكيف ممكن نستخدم الجبصين بشكل جميل؟ احنا استخدمنا أكثر من نوع في التأسيس، فاستخدمنا مثلا الأوميجا مشان نستغل بس ننزل عن السقف سنتي واثنين ملي. وبعدها استخدمنا الشبكات اللي هي مناطق تأسيس الجبصين وشكلنا فيها الإنارات المسحورة، بتكون أقل مسافة ممكن ننزل فيها من 10 ل 12 سنتي، فاستخدمناها لعمل التشكيلات والإنارات المخفية وتوزيع الإنارات. احكي لي أكثر عن الخطأ الهندسي اللي قدرتوا تغطوا عيوبه بالجبصين.
قدرنا نغطي الميلان اللي كان، فكان مثلا ارتفاع السقف من منطقة 3 متر ومن منطقة ثانية 2 متر و95، ففي خطأ كان تقريبا 5 سنتي، فإحنا عملنا أسقف كامل مشان نغطي هاي العيوب، وغير هيك تمويج اللي كان في السقف، فحكينا لهم إنكم ما تقصروش مشان توفروا حالكم كمان، يعني لأنه في القصارة مش راح يزبط هيك خلل. احكي لي عن توزيع الإنارة، دور الجبصين في توزيع المناسب للإنارة في المنزل. بتم عمل الجبصين في المنازل، يعني من أهم أهداف أو العمل الجبصين في المنازل هو توزيع الإنارة، لأنه بيكون في مجال التمديدات الداخلية اللي ما تمش تمديدها داخل الأسقف الرئيسية، وبتم وضع السبوتات، زي ما بتعرف السبوتات لها سماكي اليوم، فمشان هيك احنا بنعمل اسقف جبصين، بعديها بنتم توزيع الاناره بشكل مرتب ومناسب. بدي اسال عن الجبصين، انه هو ما بيقدر يحمل اوزان ثقيله، فعشان هيك ما بنصحه فيه للارفف. هل هناك عمل جبصين خاص للارفف؟ لا، ممكن استخدام الخشب بدل الجبصين في الأرفف، كمان غير محب استخدام الجبصين بالأرفف لأنه ممكن ينضرب بسرعة، فالجبصين روحه زي ما بيحكوها خفيفة، فأي وزن عليه ممكن يكسر، ممكن يعني يخرب فيه. يعني احنا حاطين إنارة، وحدات إنارة بالجبصين زي ما احنا شايفين، كيف بقدر الجبصين يحمل هذا الوحة الإنارة هاي؟ هو بكون الحمل مش على الجبصين، بكون في اسقف حديد تحته تأسيس للجبصين، بتم تشبيحها بطرق معينه، وبعديها بتم تلبيس الجبصين. بناء على ايش بتم اختيار الجبصين المناسب لهذا البيت؟ بناء على مثلا المساحات، بعدين زي ما بيحكوها الناس ازواق، يعني في ناس بتحب تعجق، في ناس بتحكي لك انا بدي سيمبل ايش ساده يكون، في بعدين في مناطق في التأسيس، يعني بكون في ناس بكون مش هدفها ديكور، بس هدفها تغطي عيوب، مثلا تسكير أسقف كاملة. كمان احنا بنقطع واجهات ومنقطع غرف في الجبصين، خاصة في محطات الإذاعة مثلا، بتم عزل بين طبقتين جبصين، الصوف الحراري والصوف الصخري لعزل الصوت والحرارة وهي الشغلات. ايش هو الفرق ما بين ديكورات المنازل وديكورات الشركات والمحال التجارية الثانية؟ في المنازل عادة نستخدم الجبصين لعمل ديكور أو تصميم معين، توزيع مساحات، حتى ممكن تكون فواصل وهمية في الأسقف بين منطقة وأخرى تمام لها في الجبصين، توزيع إنارات زي ما حكينا قبل هيك. بينما في الشركات أغلب الأحيان والمكاتب والمستشفيات بتم عمل الجبصين مشان يغطوا موارد الشبكات الصحية والكهربائية والتوزيعات والإطفائيات والتكييف، ويتم الصيانة فيها بيكون أسهل، اللي هي الفور سيلينج زي ما بيحكوا لها في المستشفيات والمصانع والمحلات الكبيرة يعني. بينما في المنازل بلزمش هذا الإشي لأنه بكون التمديدات صغيرة ومش بحاجة لهذا الإشي. كيف بتم مراعاة اختلاف الإمدادات الموجودة بالجبس ما بين الشركات والبيوت؟ بتم استخدام في الشركات مثلا مواد الجبصين تكون ذو كفاءة أعلى، مثل الجبصين المقاوم للحرارة خاصة يعني، بتم استخدامها في المستشفيات. وبينما البيوت بتم استخدام يعني اشكال انواع من الجبصين الثانيه اللي هي العاديه زي ما بنقدر نحكي، وكل هذا بيعتمد على التمديدات الداخليه. كيف بتكون التمديدات الداخليه بالبيوت غير عن الشركات؟ مثلا البيوت، اغلب البيوت مش بحاجه للطفايات، مش بحاجه للتكييف المركزي، بحطوا وحدات تكييف صغيره، مش ضروري يحطوها في الاسقف بعلقوها على الواجهات. بينما في المستشفيات بحطوا مكيفات ضخمه وكبيره، وغير هيك بحطوا اجهزه الانذار والحريق وهي الشغلات، فهي لازمها صيانه بشكل مستمر، عشان هيك بيستخدموا
الفور سيلينج والجبصين اللي هو سهل انه نحله ونرجع نركبه دون اي تاثير او دون اي خلل. شكرا لك مهندس محمد جراري على وجودك معنا بهاي الحلقه. مشاهدينا وهيك بنكون الممنا بعض المعلومات عن ديكور الجبصين في المنازل، ولهون بنكون وصلنا نهايه حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا في حلقات اخرى من برنامج هوم ديزاين، والى اللقاء.